عذاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا جيش، الله أكبر، والله يا سودان تكبر، الله أكبر يا سودان تكبر. علي القسم إنه أخي أنا شخصيا دموعي دي نازلة والله للشعب السوداني، دموعي دي نازلة لأني أنا رجعت من أرض المحرقة، لكن تحت الرياح بما لا تشتهي السفن. وأحيي كل الدفعة، وأحيي كل الغادات، وكل من هب ودب إنه غير في القوات المسلحة السودانية. أخوكم الفدائي محمد السماني الشريف، وإصابة خفيفة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. نحن والله لدربهم سائرون، والله يا جنجويت، والله يا كحوك، جريت الليلة ده علي الدين أماني من الله خلقكم ما جريتوا. تعرفوا الشخصية دي تمام حفرتكم وين، وإن شاء الله، إن شاء الله طالما إننا نحن داخل القوات المسلحة السودانية دي ها، ومعنا الرجال لا هنا عينه لو شايفينه ده دفادي، والله العظيم ما نقصر منكم إن شاء الله، إن شاء الله نطهر الشعب السوداني ده على الدين أماني من أي مرتزقة، من أي عميل، من أي زول باع وطننا، زول باع أرضنا، زول انتهك أرضنا، على الدين أماني إحنا جاهزين، جاهزين والله لحماية الدين. والله أكبر، بقول ظلمة ليلة بيتنشيل يدق دبابة في الجنزير، منو اللي بيقدر غير الجيش؟ ما نحن الجيش وين نقدر؟ منو اللي بيقدر يشيل بيدينه بيضانات جوا الطين يدق غلام يشيل ايدينا والكرعين، ورغم الحال يقول تهليل يقول تكبير غير الجيش، نحن الجيش يا جيش. ابشر تحيه والله لاخونا الكومندان يا ولد محمد من داخل الغرفه، وقاعدين معاه في غرفه واحده، وان شاء الله، ان شاء الله باذن الله منتصرين، باذن الله منتصرين. والتحيه الخاصه للواء اداره القياده العامه، والله اكبر، الله اكبر، طالما انه نحن بالقياده العامه وبالقياده العامه تابعين للاداره، وبالاداره العمل الخاص، لا يبارة الخاص، لا جنجويت رباطي. والرساله يتصل للشعب السوداني كلهم، تصل للشعب السوداني كلهم، تصل لاخواني، تصل لاهلي، تصل لاسرتي، تصل لاولادي، تصل لاسره ال التوم، تصل لاسره ال توردكه. وانا اقول لكم والله دموعي جاريه انه انا بعدت من الميدان، والله العظيم انا ما اقول الا الحق، الله اكبر يا جيش. الله اكبر، ابشر والله.